كيف تفسر هذه التراجعات القوية في أسواق الإمارات؟ يعطيك العافية لارا، ما في تفسير. عادة بيصير في عمليات بيع وذعر، خصوصا لما يكون في يعني أول شيء الضغوطات اللي شفناها على الأسواق العالمية تبعها امبارح. كانت في بعض الأسواق مثل قطر والكويت والسعودية أيضا، اللي هي الانخفاضات التي تسبق افتتاح سوق الإمارات اليوم يوم الاثنين، دائما انعكاسات تداولات الأجانب والردود الفعل بتكون مباشرة وقوية، خصوصا في بداية الأسبوع. والأسواق الإمارات على وجه التحديد مقارنة مع القيمة السوقية الرأسمالية، أحجام التداول نوعا ما نسبيا ضعيفة، وتأثير الاستثمارات الأجنبية قد يكون نوعا ما حاد، وهناك في مكاسب. يعني أن الأسواق إحنا بنشوف خاصة قطاع العقار وقطاع البنوك في الإمارات، الأسهم كانت مرتفعة بشكل كبير خلال شهر 7، الآن دخلنا شهر 8 بأنباء سواء على مستوى جيوسياسي أو على مستوى الانخفاضات اللي شفناها على الأسواق العالمية. المؤشر بس لا، دعني أتوقف عند بعض النقاط اللي ذكرتها. هل ممكن القول أنه التراجعات هي تأتي بقيادة المستثمرين الأجانب؟ هل ممكن في ظل الخسائر في الأسواق العالمية عم بيسيلوا بعض المراكز في أسواق المنطقة، وخاصة المراكز الرابحة، للتعويض عن الخسائر في مراكز أخرى خارجية؟ لا، هو فعليا احنا طبعا اكيد تيجي يعني دائما التخوف دائما بيكون بدايه يكون من الاستثمارات الاجنبيه، ولكن يعني هون ضروري نوضح انه الاسواق ترتبط مع بعض بشكل كتير كبير. لما حده التذبذب بتزيد، يعني هي الارتباطات غير موجوده بشكل اعتيادي، موجوده الى حد ما، ولكن عم نشوف مؤشر التخوف في السوق الامريكي ارتفع بشكل كتير كبير، خصوصا خلال اخر اسبوع، والاسهم اللي انخفضت والقطاعات اللي متاثره برا المفروض ما تكون متأثرة عندنا، لأنه هاي قطاعات غائبة، خاصة صناعات يعني الذكاء الاصطناعي والشركات الكبرى في القطاع التكنولوجي ما عندنا مثيل إلها مؤثر على مؤشراتنا. ولكن التخوف والأحداث الجيوسياسية في الإقليم هذا اللي بيؤدي إلى تخوف، ليس فقط على مستوى أجنبي، على مستوى محلي ومستوى متداولين، خصوصا إنه شفنا في مكاسب. كل ما بتزيد مكاسب الأسواق، سهولة الانخفاض أو الضغط سواء عبر موجات تصحيحية أو عبر حالات بيع، نوع من الدور مثل ما عم نشوف، وانعكاس نتيجة يعني نوعا ما الإحساس بعدم اليقين، فهي دائما معنويات وعوامل فنية أكثر منها انعكاسات اقتصادية. في برأيك مارجن كولز ليش مثلا أسهم مثل أعمار اليوم متراجعة ب 8%؟ يعني هلأ إحنا ما عندنا الإحصاءات أمامنا، بس أكيد في مرحلة معينة بيكون هناك استدعاء لها، مش اللي هو المارجن كولز، ولكن ما عندنا يثبت، ما بتكون بهاي السهولة. الانخفاضات بتكون يجب أن تكون يعني نوعا ما على مسار معين خلال جلسات متعددة، بنشوف على أساسها لما توصل لها مش الصيانة يصير في بيوعات، ولكن للآن ما عندنا التأكيدات والأرقام والتقارير لسه، يعني يجب أن نطلع عليها حتى نتأكد أنه هل صار هناك في مقاربة لاستدعاء الهوامش أم لا. شكرا جزيلا لك طلال تقان، رئيس الاستثمار في BHM Capital.